الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، يا أرحم الراحمين ارحم المسلمين، يا راحم المساكين ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين بفضلك وكرمك وبحبك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبحبنا لك وله رب العالمين. أما بعد، أتوى شرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم نبدأ في الأخلاق الذميمة للنفس البشرية التي جاء الشرع وجاءت الرسل لتزكيتها. فبالنظر إلى وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معلوم أن وظيفة الرسول ثلاثة وظائف: يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. فالكتاب والقرآن قام به علماء القراءات وعلماء اللغة وعلماء الفقه وعلماء الأصول حتى يستخرجوا من القرآن كنوزه. والحكمة هي الحديث والسنة، وقام بها علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وكذلك الفقهاء وغيرهم على مر العصور. طب فما بال التزكية؟ أين وظيفة التزكية؟ يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. فوظيفة التزكية هذه هي وظيفة أهل التصوف الذين قاموا بعبئها ليوصلوها للأمة، كما أن الفقهاء قاموا بعبئ توصيل مقام الإسلام، وعلماء الأصول قاموا بعبء توصيل مقام الإيمان، وعلماء التصوف قاموا بعبء توصيل مقام الإحسان حتى يكمل الدين. وإلا من تحقق، أي تحقق بمقام الإحسان ولم يتشرع، أي بمقام الإسلام والإيمان، فقد تزندق، لأنه ينكر الأسباب. لأن الإنسان إذا نظر في الواقع الأمر، في حقيقة الأمر، يجد أن الفاعل هو الله، فلما العمل؟ وأن كل شيء بقدر الله، فلما العمل؟ ولما الأخذ بالأسباب؟ فإذا تحقق بهذا دون أن ينظر إلى آداب الشرع الشريف تزندق لترك الأسباب. ومن ضمن الأسباب هي عبادة الله عز وجل، ما هي إلا سبب للوصول إلى رضا الله. وإن كان لا يدخل أحد الجنة بعمله، فما فائدة العمل؟ فإذا تحقق ولم ينظر إلى فائدة العمل يتزندق لترك الأسباب. ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، لأنه لا يراعي الله ولا يراقب الله عز وجل. وكم من علماء الشريعة كانوا من الفاسقين، بل من أئمة الفاسقين، وكانوا علماء شريعة، وكانوا قضاة مرتشين، وكانوا قضاة سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بين كل ثلاثة قضاة اثنين في النار واحد في الجنة. قضاء والقاضي لا يكون إلا عالم في الشريعة. فدل على أن من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، لأنه لا يراقب الله عز وجل. ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. وما الحل؟ التحقق والتشرع. ولذا قال الإمام سفيان الثوري: صوفي فقيه من السلع الغالية. الفقيه الصوفي أي المتحقق المتشابه، والعالم الزاهد من السلع النادرة، لأن العلم والشهرة فيه تأتي بالدنيا، فتأتي الدنيا للعلماء، الكل يقترب منهم. فإن لم يكن زاهدا باع علمه من أجل الدنيا، فداء داء العلم حب الدنيا، وداء التصوف عدم الفقه. ولم يعاب على المتصوفة في كل زمان إلا لأن هناك طائفة انتسبت إليهم غير فقهاء، فقالوا
أشياء يؤاخذون عليها بسبب جهلهم، فكانوا عباد غير فقهاء. ونحن نعلم أن عالم عابد أشد عند الله من 1000 عابد جاهل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا. فجاء الشرع الشريف ليعالج النفس الأمارة والنفس اللوامة حتى ترتقي إلى النفس المطمئنة. فالنفس الأمارة والنفس اللوامة فيها خصال سيئة تحول بينها وبين ربها، ذميمة ألهمها فجورها وتقواها، فهناك نفس فاجرة ونفس تقية. فأهم عيب في النفس بعد ما تكلمنا على الكبر الحسد، يعني بعد الكبر الحسد، بل لو نظرت في واقع الأمر لتجد أن الحسد لا ينبع في قلب إلا إن كان فيه كبر، لأن الحسد سببه الكبر أولا، عدم الرضا بقسمة الله للناس، فيرى نفسه أنه مهضوم الحق وغيره أخذ أكثر منه، غيره أخذ أكثر منه فلما يحقد عليه، لما يحسده، لأنه يرى نفسه أنه أحسن منه. يعني لابد أن يكون عنده بذرة كبر، الحاسد لابد أن يكون عنده بذرة كبر، فالكبر هو الأصل، يثمر الحسد، والحسد يثمر ثمرة أخرى وهي الغيبة، فيبدأ يغتاب ويذكر أخاه بما يكره، ويثمر بعد ذلك ثمرة أخرى هي حب الشماتة، أن يشمت في أخيه، فكلها ناتجة من الكبر أصلا، والكبر ده سخيف وخيم، قد يغيب على الإنسان ويكون فيه ولا يأخذ يعني يلاحظه. وتكلمنا عنه بالتفصيل وقلنا هناك 4 علامات، علامات للكبر، أي واحدة موجودة فيك يكون فيك ذرة منه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. نكررها مرة أخرى، علامات الكبر، لأن الكبر إذا كانت بذرته في القلب نتج منها الحسد وهو موضوع اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبر فقال هو بطر الحق وغمط الناس، أي إنكار الحق بعد معرفته، يعني مكابرة، الإنسان يعرف أنه أخطأ ولكن مكابرة حتى لا يقال أنه تراجع يستمر في غيه، فهذا نوع كبر. وغمط الناس احتقار الناس، والذي يحتقر الناس يحتقر الناس لأنه يرى في نفسه الخصوصية، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. غمط الناس أي احتقارهم، وبتر الحق أي إنكاره بعد معرفته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، علوا يعني كبرا، شوف، وجحدوا بها بعدما استيقنتها أنفسهم، لماذا؟ ظلما أي ظلموا أنفسهم، وعلوا أي كبرا عليها. ثم بعد ذلك علامتين أخرتين وهي مشهورتان بين الناس، الأولى أن تستشعر أنك فوق ما صنعت حال تواضعك، ولا تستشعر أنك دون ما صنعت، يعني إذا تواضعت مثلا وعاملت الفقير معاملة فيها نوع رفق فتستشعر في نفسك أنك تنازلت، تنازلت يعني ما زلت في العلو، ما زلت متكبرا، ولكن الحقيقة يجب عليك أن تستشعر أنك دون ما صنعت لا فوق ما صنعت، يعني أنك دون ما صنعت. ومن علامتها أن الإنسان إذا دخل مجلس يحب أن يتبوأ له الناس قياما، وأنهم يرحبون به، وأن تتوجه الأنظار إليه، فإن لم تتوجه الأنظار إليه ولا يجد الترحيب في هذا المجلس يترك هذا المجلس ولا يأتيه مرة أخرى. لماذا؟ لا يعيروني اهتماما، لأنه هو مهتم بنفسه، فهو يريد أن يدخل كل مجلس فيجد الاهتمام. ولكن الإنسان الذي يرى نفسه أنه دون حاله إذا دخل ووجد اهتمام زائد يحرج، يحرج، وقد يمتنع أيضا لأنه يستشعر أنه يأخذ فوق حقه، يعني هذا يمتنع لأنه لم يأخذ حقه لأنه مزكي، يزكي نفسه، والآخر يمتنع لأنه شعر أنه أخذ فوق حقه،
وانظر كيف علم الناس إمام المتواضعين، قال للناس لا أحب أن تقفوا إلي عند دخوله صلى الله عليه وسلم، في حين أنه نفسه قال قوموا لسيدكم صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام المتواضعين، ولو لم يتواضع ما تكلم مع أحد وما تزوج من أحد وما أكل مع أحد، لأنه سيد الخلق أجمعين، لا كفء له ولا ند صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كان يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا. فمن علامات الكبر الخسيسة في القلب أن تستشعر أنك فوق ما صنعت لا دون ما صنعت. واحد يخطئ إليك أنت ما تعرفش أنا مين، طب أنا حوريك، عنده حب انتقام وشايف نفسه هو مين، وتجد معظم كلامه أنا 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 امبارح كنت كذا وأنا شفت كذا وأنا أعتقد كذا وأنا أشوف كذا وأنا فاهم كذا وأنا قرأت كذا وأنا كنت حضرت على كذا وأنا أنا 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 أنا، لا يرى إلا نفسه. وأنا ده مذهب إبليس، أنا خير منه، أول من قال أنا إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. علامات كثيرة للكبر، لكن ثلاث علامات والرابعة نقولها كمان وكفاية عليك دول، وراقب نفسك فيهم. الرابعة التمييز في الخدمة، التمييز في الخدمة، وزي ما قلت لكم احنا دكاترة بنعرفها ازاي الدكاترة، المريض المجاني اللي مش متوفي عليه من حد، العيان الغلبان اللي جاي من الشارع كده وجاي لك في العيادة المجاني، هتعامله زي سعادة البيت الكبير اللي جاي لك في العيادة بالليل ودافع كشف، وهو مثلا وزير ولا عضو مجلس الشعب ولا متوفي عليه من فلان الرئيس، هتعامله بنفس الهمة وهتعامله بنفس الكفاءة وهتبش في وجهه كما تبش في وجه هذا، ولا هتميز؟ فإن ميزت في الخدمة من أجل دنيا فأنت متكبر، ولكن التميز يكون من إيه؟ من أجل أمور الآخرة. قد يكون البني آدم اللي أنت لا تعيره اهتماما ده عند الله أفضل من ألف من اللي يملأ سمعك وبصرك. كويس؟ كذلك المدرس في الفصل يهتم جدا بابن الناظر وابن زميله، لكن لو جاله ابن الفراش وكان حاضر في الفصل يمكن لا يعير اهتمام، لكن ابن المفتش وابن زميله وابن المدير حاجة تانية، يعامل معاملة اخرى. فالتمييز في الخدمة يدل على ان هناك كبر في القلب. كل واحد في مهنته يراقب نفسه. ترك التمييز في الخدمة، الرسول يقول رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لا أبره، وقال تنصرون بضعفائكم، تنصرون بضعفائكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثمرة الكبر ده ينبني عليه تعامل مع نفس الإنسان ده المتكبر ده عند نظر النعم في يد غيره. فإذا وجد النعمة في يد غيره وهو عنده حرص على الدنيا وشايف نفسه يبتدي يتمنى زوالها، لأنه مش عايز يشوف حد فوقه، هو لا يريد أن يرى حد فوقه في الظاهر لأنه ظن في باطنه أنه فوق الكل، فلا يريد أن يكون في الظاهر إنسان يكون بيده ما هو ما ليس في يده، لأن هذا يدل على أنه قد هزم في الظاهر، ولذا يبدأ يحسد. فالحسد من الحرص ومن عدم الرضا بقضاء الله وقسمته ومن الكبر. أسبابه، أسباب الحدث الحسد، يعني ممكن يكون لي أسباب كثيرة، ممكن يكون فيك أنت سبب في دول مش شرط كله، وممكن تجتمع. وكل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وسبب البغض والكراهية، والرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا طب جربها كده، حتى يحب لأخيه يعني لكل المسلمين، لأن إنما المسلمون إخوة. وربك يقول
أذلة على المؤمنين، يقول إيه؟ أعز على الكافرين. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. يبقى مفيش حاجة اسمها كرامتي. تقول للجوزة كرامتي، أنت كده جرحتني في كرامتي. مرة في مرة هيطلقها، لأن هيحس إنها بتتعالى عليه. وكذلك هو يتعالى عليها ليل نهار. تتضايق منه هتخلعه. وهكذا. كلها سببها كبر، كله سبب كبر. وأحضرت الأنفس الشح، كل نفس عند النزاع الزوجي شحيحة، مش عايزة تتنازل، بخيلة. كل واحد مش عايز يتنازل، كل واحد عايز يتعالى كده ويقول أنا بس اللي ما عنديش غلط، فلان هو اللي راكبه كل الغلط. مش كده ربنا سمى النفس إيه؟ شحيحة. شحيحة بالحق، شحيحة بما لديها من كبر لا تريد ان تفرط عنه. في حين ان لو احنا تواضعنا مش هيبقى في شحناء ولا بغضاء ولا كراهية. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك. اللي يعمل الحاجات دي يبقى ما عندوش كبر. اللي يعرف يعملها ويقدر يعملها يبقى ما عندوش كبر. لما تراقب نفسك في اثناء التعامل مع الناس ممكن تفشل مرة، حاول تنجح مرة، تفشل مرة تانية، انجح مرة تانية، لحد ما تبقى عندك سجية وعادة. لكن مش مجرد تفشل مرة واثنين وثلاثة تيأس وتستسلم للنفس الأمار. فالحسد حكمه أنه حرام من الكبائر، حرام من الكبائر، بل قد يكون أشد من الزنا، وقد يكون أشد من شرب الخمر. إلى هذه الدرجة، الى هذه الدرجة قد يكون اشد من هذا. لكن الناس تكره الزنا وتكره الخمر، وقد تكره الكذب ويكذب، ولكن الحسد متملك من قلبه ولا يحاول ان يقاومه، لانه ده خبيث. علاماته ايه؟ العلامات بتاعته بقى، احنا قلنا اسباب الميكروب المسبب له. ايه العلامة بتاعته؟ ان المحسود لما يحضر تلاقي الحاسد يتملقه، واول ما يغيب يذكر عيوبه يغتابه، يبقى في ظاهره يتملقه ويداهنه لما يقابله، ولما يغيب يذكر عيوبه، ولما يحصل له مصيبة يشمت فيه، يبقى ده حاسد. ثلاث حاجات: التملق عند الحضور، والغيبة عند، والاغتياب عند الغيبة، عند غيبته يعني، ذكره ما يكره، والشماتة عند حدوث المصيبة في المحسود. جاتنا نيلة في حظنا الهباب، عارف الكاريكاتير بتاع مصطفى حسين؟ أهو ده بيمثل النفس إيه؟ الحاسدة، بس في صورة كاريكاتيرية يعني. في صورة كاريكاتيرية. جاب لك راجل هدومه مقطعة ولابس فردة وباب واحدة، حتى ما عندوش فردتين للأبقاب، وبالرغم من كده ايه قاعد بقى بيقرا في الجرايد ويشوف ده بقى وزير وده بقى ايه وده بقى ايه، وقاعد يقول جاتنا نيله في حظنا الهباب. واخد بالك؟ يعني حاسد، رمز للحاسد. علاجه بقى ازاي تعالجه؟ اول حاجه عالج الكبر بالتواضع، انك لا تزكي نفسك. تعرف ان اي كمال فيك فهو من الله، واي نقص فيك فهو من نفسك. فاذا علمت ان كل كمال فيك فهو من الله، يبقى كيف تنسبه لنفسك وتقول ان انا وانا وانا؟ ده هو من الله. انت مرآة، مرآة لله عز وجل، صفاته، لصفاته، لتجلياته فيك. فكلما كانت المرآة مثقولة كلما كانت التجليات كاملة، وكلما كان العيب في المرآة كلما كانت التجليات غير واضحة. فلما يبقى التجليات الكمالية فيك غير واضحة، فالعيب في المرآة اللي هي انت، مش في المتجلي. انت ما تبص في المراية والمراية مش محطوطة عليها الورق اللي يخليها تعكس كويس، ونوع زجاجها مغبش وحش وغير مستوية، مقعرة او معرجة، تجد الصورة امامها مشوهة. هل انت صورتك مشوهة؟ انت كامل، لكن تنظر في المرآة تجد الصورة مشوهة. كذلك فالعيب في المرآة،
مش في الواقف امام الصورة، مش في المتجلي فيها. فانت ما انت الا مرآة لصنع الله، والله سبحانه وتعالى صنعه كامل، وكل نقص فمن كلام الله، وكل كمال فمن المتجلي فيك. فاين انت؟ فمنين تقول انا بقى؟ وعشان كده وما بكم من نعمة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، يبقى النقص منك والكمال منه. فاذا علمت ذلك زال عنك الكبر، زال عنك الكبر. ثم بعد ذلك تجد ان كل الاكوان ما هي الا مرايا لظهور اثار صفات الحق فيها. فانت تتعامل مع المكون لا مع الاكوان، تتعامل مع الله لا تتعامل مع الاشخاص. فاذا تعاملت مع الله في كل شيء وجدته في كل شيء، فلا تحتقر احد، بل تجل كل شيء، تجل كل شيء، لانه ما هو الا مظهر للمنعم، مظهر للمنعم، مظهرا ومصدرا، مصدرا خلقة ومظهرا لأنه محلا للتجليات. فإذا علمت ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل النعمة وإن دقت، كان يجل النعمة وإن دقت، ولو كانت بسيطة ولو كانت لا تذكر كان يجلها، لأنه ينظر إلى المنعم لا ينظر إلى ذاتها. فإن كانت هي في ذاتها قليلة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعل في القليل البركة فيجلها. يبقى علاج الحسد أولا هو علاج الكبر، أولا تعالج الكبر أولا، ثم تعالج الحرص وطول الأمل. لأنت لماذا أنت تحسد غيرك؟ لأنه يتمتع بمتع أنت لا تتمتع بها. يبقى أنت تشعر في قلبك أنك تريد الحياة، تريد طول العمر، تريد طول الأمل، يبقى بقصر الأمل، بالاستشعار بأن الموت أقرب إليك من حبل الوريد، وأن الدنيا قليلة، وأن متاعها فاني، وأنها زائلة، يبقى تكثر من ذكر الموت، وتكثر من زيارة أهل القبور، علشان يقل عندك طول الأمل. وبعدين بتعليم النفس العفو والصفح والإحسان لمن أساء إليك، علشان تمنع من قلبك الشماتة وحب إيه؟ إنك أنت تنتقم، حب الانتقام والتفشي. كل هذه الأشياء تعالج الحسد. ثم بعد ذلك الرضا بقضاء الله وقسمته في الأكوان وللناس كلها. مش تقول زي ما المصريين يقولوا يدي المشط للقرعة ويدي الحلق للي بلا ودان، مش كده برضو بيقولوا كده الناس؟ هو ده كلام لا يليق، ده كلام طالع من قلوب حسودة، من قلب حاسد. لكن شوف بقى رب الناس اللي عندها شفافية يقول لك ربنا رب عطى يدي البرد على قد الغطا، برضو عمي، لكن عمي مؤمن، يعني شايف ان كل واحد ربنا مديله النعمة اللي بيها يصلح حاله. لان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان افقرته افسدت، ومن عبادي من لا يصلحه الا المرض فان عافيته افسدت، ومن عبادي لا يصلحه الا العافية فان امرضت افسدت. يبقى القسمة ماشية النعمة. فجعل الله سبحانه وتعالى تقسيم الارزاق دواء لكل داء. يبقى لما تنظر للامور كده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، مش كده برضو؟ ولو بسط الله الرزق لعباده، وعباده الهائنة قد تعود الضمير على الله، اي لعباد الله، لانه هو اعلم بهم، انه بعباده خبير بصير. وممكن تقول لعباده، اي لعباد الرزق، فالضمير هنا يعود على الرزق نفسه. تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد القطيفة، فلو بسط الله الرزق لعبد الدينار لبغى في الارض. لعباده اي لعباد الرزق تمشي برضه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوسع على من شاء، ان كان من الاولياء لا يطغى ابدا، وان كان من اهل البصائر لا يطغى ابدا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ انه بعباده خبير بصير. فاذا علمت ذلك علمت ان القسمة على مقتضى الحكمة، القسمة على مقتضى الحكمة. فان كانت القسمة على مقتضى الحكمة فلما الاعتراض؟ فلما الاعتراض؟ يستلزم من الاعتراض الكفر بالمنعم، يستلزم من الاعتراض الكفر بالمنعم. نقرأ كلام الشيخ ده باختصار عشان المستعجل يروح بقى، وبعدين هنبتدي نقرا كلام الشيخ.
باب الحسد. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، شوف بقى في الآخر، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني لي شر شر. والفلق هو كل ما فلقه الله، أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني من عالم الرتق إلى عالم الفتق، فقد فلق الرتق فخلق من الرتق الخلق، يبقى منذ البداية. والفلق قد يكون الفلق أنه يخرج المطر من السحاب يفلقه، وقد يكون الفلق بمعنى فلق الحبة، يعني فلقها لينبت الزرع وينبت النبات. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، سيدنا علي يقول كده في صحيح مسلم، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله لي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، سيدنا علي يقول كده. يبقى الفلق وقد يكون الصباح، لأن الله سبحانه وتعالى يخرجه من وسط الظلمة، يبقى الفلق معنى واسع. وقد يكون ظلمات الجهل يخرج منها نور العلم، ظلمات الشرك يخرج منها نور الإيمان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق في الفلق، ففي عالم النبات في نباتات سامة، وفي عالم الحيوانات في حيوانات مفترسة، وفي الأمطار أمطار شديدة سيول تغرق، وفي أمطار رحمة، وهكذا في كل حاجة في منها الخير وفي منها الشر. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الظلمة أو كل ما امتلأ، كل ما امتلأ فغطى خلفه الحقائق، لأن الامتلاء يؤدي إلى تغطية الحقائق. وكذلك الليل، فالغاسق سمي غاسق لأن الليل يغطي خلفه كل الحقائق. شر غاسق إذا وقب يعني أقبل. ومن شر النفاثات في العقد اللي هو السحر، رمز للسحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والسحر لا يكون إلا بسبب الحسد. فختم السورة التي جعلها عودة، يعني تعوذ أو عوذة بضم العين وفتحها لغتان، بذكر الحسد، بذكر الحسد. أخبرنا أبو الحسين الأهوزي قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا يحيى بن مخلد قال حدثنا معافى بن عمران عن الحارث بن شهاب عن معبد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث هن أصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن. لو واحد قاعد انا من الجماعة ايام هقول لك حديث ضعيف، هو حديث ضعيف لكنه صحيح المعنى. والامة على مر العصور تصنف في الاحاديث الضعيف، لانها قد تكون ضعيفة الاسناد يعني من حيث الثبوت لكنها صحيحة المعنى، فيؤخذ بها بشروط خمسة، منها في فضائل الاعمال، ومنها اذا وافقت ما هو اصح منه، ومنها ان تكون في المناقب، مش كده برضه؟ فيعني يجوز الاخذ بالحديث الضعيف، فلا تلتفت للمبتدعين بتوع هذا العصر والزمان، كل حديث في المناقب متعلق بمناقب النبي يضعفه كأن في بينهم عداء بينهم وبين نبيهم، شيء عجيب. ثلاث هن اصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن: اياكم والكبر، اول حاجة والكبر، فان ابليس حمله الكبر على الا يسجد لآدم، انا خير منه، كبر. وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة، وإن كان حرص سيدنا آدم كان معصية في الظاهر وكان في الباطن طاعة، لكن شوف بالرغم أنه هو في الباطن طاعة لأنه هو نبي والنبي لا يعصي، وعشان كده ربنا التمس له العذر قبل أن يذكر معصيته، قبل أن يذكر معصيته، قبل ما يقول وعصى آدم ربه، فهو قبلها بكم آية إليه، قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، ادي عذره، فنسي ولم نجد له عزما اي على المعصيه،
وبعدها بكم آية قال إيه؟ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه. يبقى علشان ما تعبش في أبو البشرية، أبو البشر نبي، نبي مرسل، إزاي تعيب في سيدك آدم ويرسموه في الكاريكاتير ويعملوا قلة الأدب العلمانيين؟ وإحنا عارفين إن إذاء أي نبي كفر، إذاء أي نبي كفر، وسب أي نبي كفر. فالمسألة مش سهلة، سيدنا آدم ده مش سهل، سيدنا آدم ده نبي، أوعى تنسى ده نبي. طيب بالرغم إن معصيته كانت في الظاهر، معصية في الظاهر، وكان ناسي وما كانش عازم عليها، إلا انبنى عليها، شوف انبنى عليها في الظاهر، في الظاهر شقاء وتعب في الدنيا، لكن وانبنى عليها في الباطن، عشان كان في الباطن مش عاصي ايه؟ كمال الرحمات. ده يبقى كان في باطنه، لانه ما كانش عاصي في باطنه، ربنا ولد منها في الباطن رحمة. ولو لم يكن اكل الشجرة الا سببا لظهور سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى بها نعمة. يبقى هو كان في الباطن مش عاصي في الحقيقة، لكنه شوف مجرد انه حرص حتى على الخير، حرص على الخير. لا، انت تحرص على طاعة الله مش على الخير، تحرص على رضا الله مش على الخير، لان هناك عابد يعبد العبادة وهناك عابد يعبد الله، فكن عبدا لله لا عبدا للعباد. فهمت بقى المسألة؟ واياكم والحرص، فان ادم حمله الحرص على ان اكل من الشجرة. واياكم والحسد، فان ابني ادم انما قتل احدهما صاحبه حسدا. اول جريمة حصلت على وجه الارض كانت سببها حسد، مش كده برضو؟ يبقى الحسد ده مصيبة كبيرة، ربنا ينجينا منه. وقيل الحسود لا يسود، لا يسود يعني لا يعلو مرتبة، لا يكون من الاسياد في الدنيا ولا في الاخرة. وقيل في قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر يعني المعاصي الظاهرة، وما بطن اللي هو الحرص والحقد والحسد والكبر والغرور والتشفي وحب الانتقام وحب الظهور وحب الرياسة، كل ده ما بطن. قيل ما بطن الحسد، وفي بعض الكتب الحاسد عدو نعمتي، لانه يشوف النعمة فين وكرهها، عايزها ترتفع طالما ما جاتش في ايده، يبقى عدو نعمة الله. وقيل اثر الحسد يتبين فيك قبل ان يتبين في عدوك، لان الحاسد، الحاسد بيحرق، بيحرق قلبه كمدا وحقدا، فهو بيتحرق قبل ما النعمة اللي قدامه اللي عايزها تضيع تتحرق كمان، فيظهر اثره فيه قبليه، قبل ما يظهر في المحسود. وقال الاصمعي رأيت اعرابيا اتى عليه 120 سنة، يعني عمره طال بيه العمر بقى 120 سنة، فقلت له ما اطول عمرك؟ فقال تركت الحسد فبقيت. لانه الحسد يخليه يعيا بسرعة، يجي له ذبحة صدرية ويجي له بقى تصلب في الشرايين ويجي له سكر ويجي له، لانه متغاظ على طول، متغاظ على طول وفي كمد على طول، والكمد والغيظ يعمل كل مصايب يعني، بل بالعكس الكمد والغيظ كمان لاحظوا ان هو يقلل المناعة في الجسم، وتقليل المناعة في الجسم يؤدي الى حدوث اورام سرطانية، يعني يجيله كمان اورام سرطانية. يعني السبب الوحيد للاورام السرطانية المعلوم يقينا هو قلة المناعة في الجسم يقينا، لكن في اسباب اخرى طبعا، لكن الاساسي هو ده. والمناعة بتقل امتى في الجسم؟ لما الواحد يبقى في استمرار معنوياته منخفضة، منخفضة ليه؟ علشان لا راضي بقسمة الله فيه ولا في الخلق، وماشي متغاظ على طول وزعلان على طول وطهقان على طول، فربنا ينجي. فلما الراجل ده ترك الحاجات دي كلها وعاش مستريح، عمره طال، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال ابن المبارك الحمد لله الذي لم يجعل في قلب اميري ما جعله في قلب حسدي. امير اللي هو يعني الحاكم اللي في ايده انه يأمر وينهى ويقبض عليه وينعم عليه ويعمل عليه، بيقول الحمد لله ان اميري ما بيحسدنيش، لو كان الامير وربنا مديله كمان السلطة عليا بيحسدني ده كانت تبقى حياة كر. فالحمد لله ان لم يجعل الحسد في قلب اميري. وفي بعض الاثار ان في السماء الخامسة ملكا
يمر به عمل عبد له ضوء كضوء الشمس. فيقول له الملك قف، انا ملك الحسد. يجي الملك ده يجيله العمل ده جميل من العبد اللي بيعمله، يقف له ملك تاني يقول له انت فرحان بالعبارة دي بالعمل ده؟ لا وقف استنى، فانا ملك الحسد، بقى انا اللي عارف ان الجدع ده حاسد، اضرب به وجه صاحبه فانه حاسد. مش هينفع. يبقى من اسباب حبوط العمل الكبر، مش كده برضو؟ الكبر يحبط العمل، والحسد ثمرة الكبر، يبقى الحسد يحبط العمل ايضا، الحسد يحبط العمل. وقال معاوية كل انسان اقدر على ان ارضيه الا الحاسد، فانها لا يرضيه الا زوال النعمة. مش هيفضل لما يشوفك طابق بس ميت هترضيه دائما؟ كل ما تديله هو مش مبسوط، مش مبسوط حتى انك انت بتديله. طب وانا يعني اقل منه ليه؟ انا اللي ما اديلوش، يعني هو حتى مش قابل انه ياكل حتى من ايدك، هو عايز يبقى هو السيد اللي فوق. هترضيه امتى ده؟ اذا كان حتى لو اديته هو عايز ما ياخدش حتى منك انت، يعني عايزك ما تبقاش عندك القدرة انك تدي اصلا، يبقى هترضيه ازاي؟ مفيش سبيل للرضا ابدا الا انه يخرج نفسه من الازمة اللي هو فيه. ويقال الحاسد ظالم غشوم لا يبقي ولا يذر علي ولا اعدائي. او ده الحاسد بقى ظالم لانه ظلم نفسه وغيره، وغشوم يعني غشيم، يعني ما عندوش ذكاء، لانه كده بيهد نفسه وبيهد اللي قدامه، لا بيستفيد من ده بنفسه ولا بيستفيد بغيره. وقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد، غم دائم ونفس متتابع. يعني طول ما هو عايش لا طايل يموت ويستريح ولا طايل يعيش ويرضى، يبقى ده مصيبة، ده غم دائم ونفس متتابع. وقيل من علامات الحاسد، او شفت علامات الحسد اهو، ان يتملق اذا شهد، حال الشهود يداهن مداهنة، احنا نسميه ايه؟ منافق. يعني ايه؟ قبله بوجه طلق واول ما يمشي يعبس وجهه ويبتدي يسب فيه ويلعن. من علامات الحاسد ان يتملق اذا شهد، ويغتاب اذا غاب، ويشمت بالمصيبة اذا نزل. وقال معاوية ليس في خلال الشر خلة اعدل من الحسد. فعلا، لان هو سلاح ذو حدين، بيطعن اللي ماسكه زي ما بيطعن الموجهة ليه. فيقول لك ده والله الحسد ده يعني مرض عادل، اللي بيبقى فيه بيعاقب نفسه بيه زي ما بيريد يعاقب غيره. ليس في خلال الشر خلة اعدل من الحسد، تقتل الحاسد قبل المحسود، زي اللي ماسك نار عايز يحرق بيها غيره، فهو بيتحرق بيها الاول قبل ما غيره يتحرق، مش كده برضو؟ وقيل اوحى الله سبحانه الى سليمان بن داود عليهما السلام اوصيك بسبعة اشياء، لا تغتبن صالح عبادي ولا تحسدن احدا من عبادي. فقال سليمان يا رب حسبك كفاية، ده هما الاثنين دول فيهم الكفاية، مش عايز السبعة، مش عايز الباقي. لا تغتبن صالح عبادي ولا تحسدن احدا من عبادي. فقال سليمان يا رب حسبي. وقيل رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش فغبطه، فقال ما صفته؟ ما صفته؟ فقيل كان لا يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله. هو اللي خلى اليهود ليه ما تؤمنش بسيدنا رسول الله؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ والناس هنا النبي، الناس هنا في الايه دي معناها سيدنا رسول الله، ربنا سمى الناس وسمى الدين طعنا في الدين، وكانوا ما بيطعنوش في الدين، ده بيطعنوا في النبي، يبقى الطعن في النبي طعن في الدين، مش كده برضه؟ كانوا يقولوا السلام عليكم، فنزلت الايه، واخد بالك ازاي؟ وطعنا في الدين النبي صلى الله عليه وسلم. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل وسيدنا رسول الله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. وده من ال ابراهيم، انتوا قلقانين ليه يعني؟ زعلانين النبوه راحت من اسحاق؟ طب ما هو ده ابنك واسحاق، مش كده برضه؟ لا، هم عايزين تبقى النبوه في سلاله اسحاق بس كده، عشان اسحاق ابن الحره وسيدنا اسماعيل ابن الامه. طب ما هو ابن الامه لما تواضع فاق سيدنا اسحاق كرامه
بحمله نور النبي صلى الله عليه وسلم، لان من تواضع لله رفع. فالحكاية سهلة. كان لا يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضل. وقيل الحاسد اذا رأى نعمة بهت، واذا رأى عثرة شمت. يشوف واحد مثلا في نعمة وركب عربية فارهة وكان معاه في المدرسة، كان قاعد جنبه في الفصل وهو واقف على محطة الاتوبيس وشرابه مقطوع، واللي كان معاه في الفصل راكب عربية فارهة وراه عربيات حراسة والدنيا، هو ده هو ده بوهد، ده ادي بوهد بحلق عينه كده ويبقى مش عارف يتكلم ايه ده، وبعد ما يمشي بربع ساعة يقول جتناني لا في حظنا الهبال، ده احنا كنا جنب بعض، كنا مع بعض يا سيدي سبحان العاطي الوهاب. يمكن ربنا اداله كده. طب انا احكي لك حكاية. كنا في احمد ماهر في العمليات من كام سنة كده، وعندنا شباك اوضه الاستراحه بتاعتنا بتاع العمليات اللي بيقعد فيها الدكاتره، تبص على شارع بورسعيد. فبين العمليات كده دكاتره واقفين الشباك، لقوا عربيه مرسيدس احدث موديل وراكبها واحد. نزل الواحد ده ركن العربيه وسند نفسه كده على العربيه، فطول الواد الحارس بيقلب فيه، لقى الراجل في ازمه كانه بيطلع في الروح هيموت. فبقوا ينقلوه يدخلوه العنايه المركزه وقاعدين بيحسدوه الدكاتره علشان راكب عربيه. يا جماعه بيموت، ده انتوا عايشين يا جماعه، الرحمه الرحمه، الراجل بيموت مفيش فايده. الحسد وحش، الحسد وحش. ده هو لقى في نفسه عنده تعب في قلبه كده، فراح ركن العربيه، لقى نفسه قدام مستشفى، فراح ركن ونازل علشان يكلم الواد، الظاهر ما استحملش يتكلم فسند كده على العربيه، بقى مسنود وعنده ذبحة وقلبه هيقف وبيحزنوه عشان العربية. طب ما هيسيبها، حاجة غريبة الشكل يعني. سبحان الله. وكل واحد من الواقفين بيحسدوه للدكاترة، والله كل واحد عنده بدل العربية اتنين، لكن حسد ليه؟ ليه الحسد؟ تحمد ربك ربنا معافيك، وعنده مرض في قلبه وشرايينه التاجية، لو انت خيرت تاخد قلبه والعربية بمرضه كده ولا تخلي قلبك السليم فيك بعربيتك المسنكحه، هتختار ايه؟ اختار القسمه، اختار قسمه ربك، كل الحمد لله حتى من غير عربيه خالص. ده الواحد لما بيصاب بمرض يقول يا دكتور انا مستعد ابيع اللي ورايا واللي قدامي بس اخف، مش كده برضه؟ بس اخف. لكن اللي ماضى تبقى انت خافف سليم واقف على محطه الاتوبيس وقاعد بتقر على العالم اللي ماشي قدامك كلها. ما انت طب شيله على بعضه بقى، شيله بعبله، شيله يا سيدي بعبس. لكن معلش، كان في راجل من الاولياء الكبار في بلد كده من الاقطاب، معروف انه ده قطب البلد، حكايه قصه كده سمعناها من بعض مشايخ. فالراجل ده مرض وتعب، كان في راجل عالم كبير في البلد، فقال لي الحمد لله يموت بقى انا اترقى اخد مكانه. فبعد ما مات، بعد ما مات الراجل ده بص لقى راجل فلاح غلبان هو اللي اترقى خد المقام ده في البلد، وهو في زي ما هو عالم وكل حاجه بس ما خدش المقام الباطني ده. فبقى يمشي وراه يشوفه بيعمل ايه ده يعني. يوم اتنين تلاته كل ما يخرج الراجل الفلاح ده ليه رايح الغيط بتاعه وراه الجاموسه، عادي راجل عادي عادي. وبعدين مره ماشي كده في السوق وجرر الجاموسه، قام خبط في واحده ست وهو مش واخد باله، فراحت الست افتكرته بيعاكسها، فراحت قلع الشبشب ونازله على دماغ الراجل ده علقه محترم. فقام بص للراجل كده الثاني اللي وراه العالم بيقول له تحب تاخدها باللي فيها؟ فربنا ينجي يعني. عايز تاخد كل نعمه بمشاكلها شيل، عايز تاخد كل نعمه بمشاكلها شيلها. طب رئاسه الجمهوريه دي مش في ناس تنظر ليها انها نعمه؟ طب شيلها بمسؤوليتها بقى ليوم القيامة، ايه رأيك؟ تترشح؟ تترشح؟ واحد يقول لك اه، طب خش، خش يا سيدي، لو كنت قدها خش، شيلها بمسؤوليتها. الرسول يقول الولاية خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقه، مش كده برضه؟ فأي نعمة بتيجي بمسؤوليتها، وكلما زادت النعمة زاد مطلوب شكرها.
زاد مطلوب شكرها. فربنا مديك نعمة على قد شكرك، انت شكرك مقاسه كده، مديك نعمة على قد شكرك عشان تدوم معاك، لان اللي بيربط النعمة الشكر. لو اداك نعمة اكتر من مقاس شكرك هتزول وقوم تتحسر بعد ما دقتها. طب ما هو ما دوقهالكش من الاول، بدل ما تجيلك وانت ما تديش شكرها تقوم تفقدها، بعد ما تفقدها تموت بحسرتها. طب ليه؟ يبقى هو مريحك ولا مش مريحك؟ مريحك، بس انت اللي مش واخد بالك. تعلم في التبلم يصبح ناس، تعلم في المتبلم يصبح ناس. فانا مش عايزين نبقى متبلمين. وقيل اذا اردت ان تسلم من الحاسد فلبس عليه امرك. اذا كنت عايز تسلم بقى من الحاسد استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان. مفيش داعي بقى يعني تبقى كل حاجتك كده ظاهره قدام الناس. لبس عليه امرك، يعني تبقى مثلا في ظاهرك في نعمه كبيره وعارف ان ده، تقول له اسكت ده انا جالي السكر، ده انا اشوف ركبي مش قادر، يا ساتر ظهري عندي انزلاق غضروف، مراتي سايبها في البيت مرميه وابني التاني مكسور. ما وري له بقى، وري له وري، شيلها، تقول له شيلها زي الراجل التاني، تشيلها بقى بحالها ولا ما تشيلهاش؟ هو بقى يلاقي نفسه ان ابنه سليم ومراته كويسه وهو ما عندوش السكر وركبه حلوه ومفيش مشاكل والحمد لله. الحمد لله يا عم انا كده كويس. وقيل الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه فعلا والله. وقيل اياك ان تتعنى في موده من يحسدك فانه لا يقبل احسانك. ما انا قلنا لك، مش سيدنا معاويه قال لك عمرك ما هترضيه ابدا؟ وقيل اذا اراد الله تعالى ان يسلط على عبد عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسد. ياه، وديك انت شايف لما يبقى راجل مثلا رئيس ديكتاتور كده وفي واحد تاني ليه الزعامه، وبعدين ده يمسك ده بقى ويعتقد، واتفرج على اللي هيجراله، اتفرج على اللي هيجراله. بني اميه عملوا ايه؟ بنو اميه في ال البيت عذبوهم، وكانوا يؤمروا الخطباء على المنابر يلعنوا سيدنا علي وآل البيت، يلعنوهم كده ورد عندهم بعد صلاة بعد خطبة الجمعة. من أجل إيه؟ حسدنهم، لأن هم محبوبين عند الناس وهم عايزين السلطة، فخايفين أحسن ياخدوا منهم السلطة، فبقوا يطردوهم في كل حتة. وعشان كده آل البيت والأشراف كلهم إيه؟ اتفرقوا في أرجاء المعمورة، اللي راحوا المغرب واللي راح أفريقيا واللي راح جنوب شرق آسيا واللي راح مش عارف فين، بعد لانه حاسد لا يرضى ابدا عنك، لا يرضى ابدا عنك. وسيدنا الحسين لما استشعر هذا بعد مقتل اخيه واستشهاد سيدنا الحسن، عرف ان هو يعني مستهدف، وعرف ان هو مش هو لوحده، هو وقرابته واولاده. وطالما هو مستهدف ويقيم في المدينه يبقى هتنتهك حرمه المدينه كما انتهكت يوم الحره. فعمل ايه سيدنا الحسين؟ راح خارج هو وقال بيته كلهم بره عشان يحمي المدينه ويضحي هو بنفسه. شفت قد ايه؟ يحمي المدينه ويضحي بنفسه. وبعدين هو ضحى بنفسه ايه؟ فطر عند النبي. ما كان يوم ما قتل صايم. جاء رسول الله له في الرؤيا قال تفطر عندي يا حسين. يبقى هو كان رايح في كانه ذبيح. كانه خرج قبل الذبح حمايه للامه. برغبته. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والكلام هنا قاله لقدر الله. هو لما عرف أنه مستهدف 100% مش هيسيبوه، هيحصروا المدينة ويعملوا فيه اللي عمله في سيدنا عثمان، هيحصروه. خرج لهم بقى، خرج لهم. فالحكاية معروفة، لن يرضي حاسده أبدا. وأنشدوا وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. واضحه خالص. شوف لما يحسدك ده اللي يتمنى زوال النعمه يبتدي يشفق عليك، تبقى انت في اي مصيبه؟ يبقى مصيبه شديده اللي تخلي اللي يحسدك ده بيرحمك. وانشدوا كل العداوه قد ترجى اماتتها الا عداوه من عاداك من حسدي. وقال ابن المعتز قل للحسود اذا تنفس طعنه يا ظالما وكأنه مظلوم. يعني يا رب ربنا يرزقك بطعنة ونخلص منه. طعنة يعني ايه؟ يعني بتدعي ليه بطعنة يعني. يا ظالما وكأنه مظلوم.
وأنشدوا، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. ومن الأخلاق المذمومة للنفس اعتياد الغيبة، والغيبة ثمرة الحسد، ثمرة الحسد. باب الغيبة، ذكر الإنسان بما يكره وهو فيه في حضوره أو غيابه. أصل في ناس متصورة يقول لك أنا أقول للعور أعور في عينه، ثم برضه غيب حتى في عينه لأنك أذيته، ده حتى في حضوره أشد لأنك أذيته وسمعته أذيته بودنه، يمكن في غيابه أخف ما سمعتوش أذيته في أذنه، مش كده برضه؟ أصل في ناس فاهمة الغيبة لازم يكون غايب، يوم قال يعني كده بيبرأ ذمته عايز يعيب في حد يروح قايل له في وشه، لا برضه غيب بل أشد لأنها فيها إزاء له في الظاهر وفضيحة، يبقى فضحته وأذيته في نفسه وأحرجته أمام الناس، يعني فيها أشد بما فيه. طب لو ما كانش فيه تبقى بهتان بهته، وده أشد برضه من الغيبة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وفي قراءة ميتا. أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن عيسى ابن بنت داود ابن أبي هند قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك جالس، يعني كان في رجل جالس قبل شوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل ده مشي، فقال بعض القوم: ما أعجز فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكلتم أخاكم واغتبتموه، أكلتم أخاكم واغتبتموه. ستنا عائشة لما غارت من ستنا زينب بنت جحش، كانت ست بيت شطرة تعرف تعمل حلويات وتعمل، طول ما هي قاعدة كده ايه يعني بتعمل حاجات حلوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوة والعسل، فكان كل ما يزور ستنا زينب يخرج من حجرتها تعرف ان في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل حاجة، فكف لحسن ايه ستنا عائشة غارت امنا وليها الحق، ما احنا بنغير على النبي واحنا رجالة فما بالك ايه الله يكون فون. المهم غارت فقالت له ايه حسبك من زينب، انها يعني قصيرة شوية اشارت كده ما اتكلمتش، ده قالت بالبق بس بإيدها حسبك من زينب، يعني كفاية عليها انها قصيرة يعني هيعجبك فيها ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لقد قلت كلمة، سمى الاشارة كلمة لانها مفهمة، لو مزجت بماء البحر لمزجتها، يعني لو اتحطت الكلمة دي بالبحر تنتنه كله، شوف قد ايه كلام النبي بقى. وعشان كده من اسباب ومن ادلة تحريم التمثيل انه غيبة، من ضمن ادلاتي في 40 دليل على تحريم التمثيل. التمثيل اللي احنا بنشوفه ده اللي يقولوا عليه فن ويقولوا عليه مش عارف، من بين ادلة تحريم التمثيل انه غيبة، لانه لو كان تمثيل شخصية كانت معروفة تاريخية فانت بتقلده، تقلد مشيته، تقلد هيئته، تقلد مظهره، تتكلم على لسانه ومش عارف هو موافق ولا مش موافق، اكيد مش هيبقى موافق، بدليل ما تمثلش الا اللي مات عشان ما يعرفش يرفع عليك قضية. لكن طب حد يقدر يمثل واحد عايش ولا كان خرب بيته؟ فغيبة من ضمن ايه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مشي وراء الحكم ابن مروان، الحكم ابن مروان مشي يقلد الرسول في مشيته، الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل مكة، واهل مكة لان بلادهم مدحضرة كده تلاقي مشيتهم يمشوا كأنما ينحط من صبب، حتى مشيته العادية تلاقيه كده لانه نشأ في بيئة فيها المشية دي، فكانت مشية النبي كأنما ينحط من صبب كده، فكان لي مشية هيئة معينة، هيئة فيها كمال لكنها يعني ليها علامة كويس. فراح ماشي الحكم ابن مروان خلف النبي يقلده، وانت عارف ان النبي يرى من خلفه كما يرى من امام، قال يعني فاهم ان هو النبي مش فياخد باله، كان في نفاق اللي هو ده جد ابو بنو اميه اللي من زلالته بقى وذريته كل حكام بني اميه، مروان ابن الحكم ما ودنه واخد بالك،
فالحكم ابن أمية ده قلد الرسول في المشية بتاعته، وهو ماشي والرسول صلى الله عليه وسلم شايفه، فالتفت إليه ونهره ونفاه إلى الطائف، نفاه للطائف. يبقى التمثيل حرام ولا مش حرام؟ هو واحد حب يمثل، هو أيام النبي، النبي عمل فيه نفاه إلى الطائف، كان ممكن يقتله، كان منافق والرسول كان يعرف انه كده، لكن الرسول لم يقتله ليتنازلا عن حق لأمته، لان الرسول كان يتنازل عن حق لأمته، يدي له فرصة يمكن يتوب، حتى ليقال ان محمدا يقتل اصحابه من باب ارتكاب خفف الضررين، لانه في وسط الناس صحابي، فيجي النبي يقتله الناس يقولوا يا ده بيقتل اصحابه، يبقى نسلم ليه بقى، ده ملوش امان، يوم يصد الناس عن الاسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار ذلك. ستنا عائشة لما اشارت بس كده اشارت، فما بالك بقى لو كانت اثرت رجليها ومشيت بتقلدها، كان يقول لها ايه ساعتها لما اشارت؟ فادلة التمثيل، تحريم التمثيل واضح واضح، وفي كتاب اسمه اقامة الدليل على حرمة التمثيل مطبوع من سنة 60، وبيتباع هنا في مكتبة القاهرة في الصناديقية في الازهر، اقامة الدليل على حرمة التمثيل، وغاب على كثير من علماء الازهر. علماء الازهر تسألوا ما حكم التمثيل، يقول لك حسنوه حسن وقبيحوه قبيح، ده حكم الشعر مش التمثيل، يقول لك حكم الشعر على التمثيل، وفرق كبير بين الشعر والتمثيل، فرق كبير. يعني انا رحت لاحد علماء الازهر الكبار في هذه الايام، علشان ايام ما كانوا بيمثلوا الشيخ الشعراوي، عشان انا كان صعبان عليا الشيخ الشعراوي يتمثل، فبقول له ان المفروض الازهر يمنع تمثيل مثل هذه الشخصيات، الوقت يرتبط في ذهن المسلمين كلهم صلاح الدين الايوبي باحمد مظهر، ولا محمد مظهر، اسمه احمد مظهر، احمد مظهر. اول ما تيجي تكلم الشباب صلاح الدين الايوبي يجي في باله مين؟ احمد مظهر. طب احمد مظهر من يومين كان في الفيلم بيشرب خمره مع صباح وبيسكر، تختلط بقى الامور، تختلط الامور عند الناس، يبقى الناس كلها بتمثل بقى. طيب رابعه العدويه من الاولياء، اول ما تيجي في ذهنك نبيل عبيد، صح ولا لا؟ يبقى ده يرضي ربنا، ده يرضي ربنا يعني ان احنا نمثل الشخصيات المحترمه دي، نمثلها بالطريقه دي بطريقه ممتهنه كده، ده ما يرضيش ربنا. الطريق قدام نبيل عبيد تتوب، ما فيش مانع، ممكن تبقى زي رابع العدويه واحسن ان شاء الله تتوب الى الله الطريق، لكن ما فيش داعي انها تمثلها، فهمت ازاي؟ وهكذا الحاجات دي كلها الواحد ياخد باله منها، واللي عايز يعرف التفاصيل يشتري رسالة كده كتبها أبي الفيض السيد أحمد الصديق الغماري سنة 60، رد على الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الذي أفتى بحل التمثيل بشرط ألا يمثل العشرة المبشرين والأنبياء. طب والعشرة إيه الدليل على تخصيص هؤلاء؟ لا يوجد دليل على تخصيص هؤلاء دون غيرهم. فإذا كنت أنت شايف أن العشرة المبشرين حرام تمثيلهم والأنبياء أشد حرمة، واخد بالك إزاي؟ فالدليل حرمة هؤلاء ينصب على كل الأمة. شو معنى يعني العشرة؟ طب وسيدنا بلال يجي ببالك مين؟ يحيى شاهين. أول ما تسمع سيدنا بلال يجي ببالك يحيى شاهين، صح ولا لا؟ يرضي ربنا ده الكلام ده؟ يرضي ربنا الكلام ده؟ يمثلوا الصحابة كمان في صورة مساخيط بالصلصال كده للأطفال؟ حرام. اقرأ الكتاب ده هتنبسط منه، إقامة الدليل على حرمة التمثيل، وهو أسبابه أساسية أساسا أنها غيبة، غيبة. فربنا ينجي. وأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، حتى لو تم الغيبة، حتى لو تم الغيبة آخر من يدخل الجنة. ليه؟ لتعلقها بحق الآدمي، لحد ما ربنا يخلي التاني اللي اغتابته يستسمح، عشان كده هيعطلك حتى لو تبت منه. ومن مات مصرا عليها فهو اول من يدخل النار، شفت بقى ربنا ينجي. وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت الحجاج، حجاج بن يوسف كان معروف يعني بالفسق والفجر وكل حاجة بقى، قل فيه ما شئ. فقال ابن سيرين ان الله تعالى حكم عدل، فكما يأخذ من الحجاج يأخذ للحجاج. هو طبعا معلوم ان الغيبة تجوز في مواضع، الفاسق الجاهر بفسقه يجوز اغتيابه فيما جهر فيه لا فيما اصر فيه، او عند القاضي او الفتية
مش كده برضو؟ ليها اسباب، او عند التعريف او عند التحذير ليها اشياء مباح. فلكن سيدنا ابن سيرين عايز يعلمه الادب، فقال ان الله تعالى حكم عدل، فكما يأخذ من الحجاج يأخذ للحجاج، وانك اذا لقيت الله عز وجل غدا كان اصغر ذنب اصبته اشد عليك من اعظم ذنب اصابه الحجاج. ليه؟ لان هتلاقي حسناتك خدها الحجاج، تقوم تعاقب بصغار ذنوبك. مش انت اغتبته فخد حسناتك، فيبقى صغار ذنوبك اللي كانت هتعدي بحسناتك خلاص بقيت مثلث، ما عندكش حسنات تعادلها، فيبقى عندك اشد من ايه، من اكبر ذنب عمله الحجاج، لان الحجاج عمل ذنوب كثيره والناس اغتابته كتير فهياخد حسنات كتير. الظلم اللي وقع على الناس، معلش، ما هو ربك بقى هيخلص ده من ده سبحانه. الظلم وقع عليهم مجدد. ما انا بقول لك، هو بيعلمه هنا، بيعلمه هو فقها يجوز اغتياب فقها، لكن هو بيعلمه الورع. يعني الفقيه غير المتورع. الفقيه يقول لك يجوز، ده فاسق وجهر بفسقه، ايه يعني؟ ما اقول اللي انا اقول فيه، مش كده برضه؟ وظلم وقع عليك وكل حاجه. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ظلمته قريش. سمعت حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يشتكي قريش للناس؟ حديث واحد؟ ولا حديث واحد. وظلموه، مش كده برضه؟ وقال بقى كان يدعي لهم يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. اشمعنى مش عايز تقيم هذه السنه؟ لكن تربي دقنك دي سهله، تاثر الصبح ده اسهل. يعلم نفسه، يغسل قلبه بالصلاه على النبي، يكثر من الصلاه على النبي، يقوم بيبقى قلبه زي قلب النبي او على قلب النبي، مش هيبقى زي قلب، لكن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت سيدنا، انا معاك فقها، فقها، احنا هنا المتصوفة مش فقهاء، مش بيعلموا الناس الفقه، بيعلموا الناس ما بعد الفقه وهو التزكية. ازاي ما تبقاش عادة عندك غيبة الناس؟ صحيح يجوز اغتياب ده، لكن هغتاب وده يجوز، بعد شوية تبقى عندي عادة الغيبة دي، تقوم تقع فيما لا يجوز. انا من باب اقفل الباب من الاول، مش كده برضو؟ فهم بيربوا الناس تربية عالية غير الفقيه. يعني كتب التصوف غير كتب الفقهاء. المتصوفين فقهاء عندهم تزكية، واخد بالك ازاي؟ عايز بقى يعلمك. يعني كان في من المتصوفة يقول لك اذا اغتبت انسان وفي رمضان اكفر صيام اليوم ده، امسك واعتبر نفسه افطرت. اقرا في الفقه، هل من ضمن افطار الصائم في الفقه انك تجيب سيرة ايه اخر؟ مش مكتوب، مش كده برضو؟ لكن عند المتصوفة من اسباب الفطر، مش كده برضو؟ لان هي اكل، اكلت لحم اخيه، واحنا قايلين ان الاكل يفطر، هو اكل. فهمت بقى؟ يبقى الفقيه غير الصوفي في التربية، خدت بالك؟ فهنا بيربيه تربية صوفية ارق عالية اعلى. ادي المسألة. وقيل دعي ابراهيم ابن ادهم الى دعوة، يعني وليمة عزومة، فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم، في واحد كان مدعو معاهم فما جاش، فقالوا انه ثقيل. فقال ابراهيم انما فعل بي هذا، انما فعل بي هذا نفسي، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس. فخرج ولم يأكل ثلاثة ايام عقابا لنفسه. مجرد ان يبقى اللي يحضر الغيبة ويرضى بيها كأنه هو اغتاب. شفت بقى سيدنا ابراهيم مجرد سمعهم بس قلبوا على موضوع تاني فيه غيبة، عاقب نفسه، قال انا مش نفسي جابتني هنا علشان اكل؟ طب والله يا نفسي ما هاكلك ابدا ثلاث ايام عشان تحرمي تجريني حته زي دي. يبقى ده تهذيب اهو. يبقى المتصوفه بياخدوا نفسهم بامور تانية مختلفه. الفقيه يعمل ايه؟ يقعد ياكل وما ياخدش ويدي معاهم كانه ما سمعش. الفقيه كده، مش كده برضه؟ يغرف ويقعد في ركن الاوضه ياكل برضه ويملى بطنه كانه مروح، وصح برضه وزح برضه، لكن الثاني حاجة أعلى. فهمت إزاي؟ وقيل مثل الذي يغتاب الناس كمثل من نصب منجنيقا يرمي به حسناته شرقا وغربا، يغتاب واحدا خرسانيا
واحدا خرسانيا واخر تركيا فيفرق حسناته ويقوم لا شيء معه. وقيل يؤتى العبد يوم القيامة كتابه، يؤتى العبد يوم القيامة كتابه فلا يرى فيه حسنة، فيقول أين صلاتي وصيامي وطاعتي؟ فيقال ذهب عملك كله، لأنه عمله الصالح راح فين؟ للناس اللي جاب سيرته. فيقابل ربه بمعاصيه بس، طب فين حسناتي يا رب؟ خلاص ما احنا استهلكناه من اللي انت جبته. مش الرسول يقول ايه؟ يأتي الرجل يوم القيامة بصيام وصدقة وحج وجهاد وقد اغتاب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤتى من حسناته وحتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئتين فتوضع عليه. وقيل من اغتيب بغيبة غفر الله له نصف ذنوبه. شفت بقى؟ يعني لما الناس تجيب سيرتك ربنا بسبب الإيذاء اللي حصل لك بتغفر ذنوبك، لأن بتتحط لك حسناتهم، فحسناتهم بتقابل ذنوبك بتضيع بتضيعها. وقال سفيان بن الحسين: كنت جالسا عند إياس بن معاوية فنلت من إنسان فقال لي: هل غزوت في هذا العام الترك والروم؟ فقلت: لا. فقال: سلم منك الترك والروم وما سلم منك أخوك المسلم. شفت الكلام بقى حلو ازاي؟ هم دول بيعلموا الناس ازاي. وقيل يعطى الرجل كتابه فيرى فيه حسنات لم يعملها، فيقال له: هذا بما اغتابك الناس وانت لم تشعر. وسئل سفيان الثوري عن قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض اهل البيت اللحميين. اللحميين يعني اللي قاعدين ياكلوا في لحوم الناس، يعني المغتابين يعني. فقال: هم الذين يغتابون الناس يأكلون لحومهم. وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فقال: لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي، لان والداي هتبقى والداي، لانهما احق بحسناتي. اتفضل. عندي. وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال. حلوة دي على فكرة، خد بالك. سيدنا يحيى بن معاذ ده كان منور قوي، ليه كلام احنا كنا قرأنا عنه زمان قبل كده فصل مخصوص. وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: ان لم تنفعه فلا تضره، وان لم تسره فلا تغمه، وان لم تمدحه فلا تذمه. شفت الجمال؟ ان لم تنفعه فلا تضر، وإن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. كلام جميل، ربنا يعني يحققنا به. وقيل للحسن البصري: إن فلانا اغتابك فبعث إلي طبق حلواء وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك. ده بيبستفه بس على الهادي، على الهادي بقى. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: أخبرنا أحمد بن عمرو القطواني قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا الربيع بن بدر عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. وده دليل على غيبة الفاسق بقى اللي هو المجاهر. واحد بيجهر بمعصية معينة وفي عيوب اخرى بيسر بها، يبقى يجوز اغتيابه فيما جهر فيه ولا يجوز اغتيابه فيما اصره. خد بالك، مش اتفتحت بقى خلاص تقعد تقول القديم والجديد، لا لا يجوز ان تقول الا ما جهر فيه بس. خد بالك، لان الناس بتفتكر ان خلاص بقى هو بيجهر بشرب الخمر مثلا، ولكن في السر بياكل مال اليتيم. في السر يبقى لما تيجي تجلس مع الناس ويجيبوا سيرته تقول لهم بيشرب خمر، لان هو بيمشي كل يوم مسطول وماشي بيتطوح في الشارع كل الناس شايفين وفي ايده ازازه الخمر، فانت بتقول حاجه كل الناس عارفاها، لكن ما تقولش لا هو خمره وبس، ده بياكل اموال ولاد اخوه اليتامى، ده بيقول كده وبس، ويبص للست جارته لو كده وبس، ده انت بقيت مصيبه كده، وقعت في المصايب كلها. لا، لك ان تغتابه فيما جهر فيه بس من نقائص، ودي المعصيه اللي بيجهر بيها بس، مش بالحاجات التانيه اللي بيسر بيها.
سمعت حمزة بن يوسف السامي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أسيد الرقي يقول سمعت جعفر بن محمد بن النصير يقول قال الجنيد كنت جالسا في مسجد الشنزية يعني الظاهر حي هناك في بغداد أنتظر جنازة أصلي عليها وأهل بغداد على طابقاتهم جلوس يعني إيه طبقات كتيرة كل الناس من الأكابر وأصحاب المناصب والناس العاديين كله موجود ينتظرون الجنازة فرأيت فقيرا عليه أثر النسك يسأل الناس لا بقى واحد فقير ماشي كده وعليه أثر إنه عابد وقاعد بيشحت من الناس يعني فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به ده في نفسه فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل حتى البكاء والصلاة وغير ذلك فثقل علي جميع أورادي مش عارف يقوم الليل ولا عارف يصلي ولا عارف يقرأ آية من الآيات اللي بيقرأها فسهرت وأنا قاعد فغلبتني عيناي فرأيت ذلك الفقير في المنام يعني جاءوا به على خوان ممدود وقالوا لي كل لحمة فقد اغتبت وكشف لي عن الحال فقلت ما اغتبته إنما قلت في نفسي شيئا أو ده فقها ما اغتبوش ده في نفسه لكن علشان هو من أهل التزكية ربنا بيؤاخذه بما لا يؤاخذ به غيره فهمت بقى إزاي لأنه ده من أهل التزكية من أهل المقامات العالية فقلت ما اغتبت إنما قلت في نفسي شيئا فقيل لي ما أنت ممن يرضى منك بمثله يعني أنت حالك أعلى من أنك أنت تقول في نفسك حاجة تسيء لمسلم في الظاهر اذهب فاستحله قوم يلا واستسمح فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء عند تزايد الماء أوراقا من البقر مما تساقط من غسل البقر فسلمت عليه فقال يا أبا القاسم تعود هترجع للكلام اللي انت عملته فقلت لا فقال غفر الله لنا ولك سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا طاهر الإسرائيلي يقول سمعت أبا جعفر البلخي يقول كان عندنا شاب من أهل بلخ وكان يجتهد ويتعبد إلا أنه كان أبدا يغتاب الناس يعني في الشؤم يعني عابد وكل حاجة لكن كان في شؤم إيه إنه يغتاب الناس ويقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا فرأيت يوما عند المخنثين الغسالين خرج من عندهم اللي هم الجماعة اللي هم إيه يعني متشبهين بالنساء يعني اللي هم شوية العالم يعني في زماننا ده تسميهم ايه يعني مش قوم لوط قوي يعني لكن المتشبهين بالنساء اللي هم الرجالة المتأمعين المزينين نفسهم يعني يخرج بزينة كزينة النساء يعني شايف نفسه حبتين ينتف ويحنتف ولازم كل ما يمشي في الشارع يلاقي مراية يروح ملفوف كده يظبط مش عارف ايه يعني كده يعني اهل زينة فقلت يا فلان ما حالك ايه جرالك ايه اللي بتعمله ده مش كنت بتعبد ربك معانا وكنت قاعد في امان ايه اللي وداك انت في الخدمة دي فقال تلك الوقيعة في الناس اوقعتني في هذا يعني الغيبة شؤمها وقعني في هذا ابتليت بمخنث من هؤلاء يعني عشق مخنث من هؤلاء واخد بالك ويقول لك الحب اندلة الحب بهدلة خلاني اندلة مش كده ده شكوكه قالها بس كلام صح على فكرة الحب بهدلة خلاني اندل فهو حب واحد من دول فتأندل واخد بالك ازاي بقى ماشي وراه يخدمه يقضيله مصالحه ابتليت بمخنث من هؤلاء وانا هو ذا اخدمهم من اجله وتلك الاحوال كلها قد ذهبت يعني احوال العبادة كلها راحت فادعو الله ان يرحمني يعني المعصية لها شؤم الخلاصة ان المعصية لها شؤم ونقف على باب القناعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلقنا باخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وينزه قلوبنا من كل وصف يخالف وصف الايمان الكامل وان يجعل قلبنا قلبا سليما مملوء حكمة وايمانا ومحبة وصلاحا وعفوا ومغفرة للناس ورحمة
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، فلو لم يكن في قلبك الرحمة لا يرحمك الرحمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا واملأ قلوبنا رحمة على انفسنا وعلى اهلينا وعلى المسلمين اجمعين برحمته، ان الله غفور رحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على افعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك النبيون وقرا عن ذكر الغافل. جزاكم الله خيرا.